وبالتالي يعرف كيف يتعامل مع ريال مدريد والتعامل الجيد وبالتالي تحقيق الانتصار، وأصبح هاجس للريال. حتى أنه أتلتيكو مدريد من العروض التي يقدمها الرائعة رشحه رئيس برشلونة لأن يكون بطل الليغا لهذا الموسم. كيف ترى هذا التصريح؟ هل هو تخدير لأتلتيكو مدريد وإبعاد النظر عن برشلونة ومنافسته مع الريال؟ هو في شك أن التصريح في بعد تاني خالص، وهو عودة الروح لفريق برشلونة، لأن النهاردة احنا نتحدث عن فريق فايز بخمس أهداف. نعم. الماكينة الهجومية عنده بدأت تتحرك وبقوة. هنا معناه أن إعادة الثقة لجماهير ومحبي فريق برشلونة وطموحات فريق برشلونة لعودته مرة أخرى إلى الصدارة، نتيجتها هيكون هناك صراع قوي جدا في الدوري الأسباني بين الفرق الكبيرة دي، سواء كان أتلتيكو مدريد، برشلونة أو ريال مدريد. التصريح في معناه هو تصريح معنوي من الدرجة الأولى، ليه تأثير قوي جدا على إعادة الثقة مرة أخرى بين برشلونة ومحبيه من الجماهير. تعتقد كابتن أسامة أنه برشلونة سعيد بوجود منافسة أتلتيكو مدريد معه ضد الريال، وبالتالي يعني يزيد متعة الدوري الإسباني؟ بكل تأكيد، لأن حضرتك حقيقة ذكرت نقطة ذكية جدا، أن هناك طرف ثالث لم تعد الكرة الأسبانية قاصرة على برشلونة وريال مدريد. صحيح. ظهرت قوة ثالثة في يعني ليها مراحل فنية ومتعة وإثارة داخل الملعب، بدأت تشد وتسحب السجادة من تحت أقدام برشلونة وريال مدريد. وبقطع برشلونة حينما يجد فريق آخر قوي هيصعب المهمة على برشلونة وعلى ريال مدريد، ولكن المحصلة العامة هي متعة لجماهير الكرة وقوة للفريق للكرة الأسبانية، وأيضا عودة الكرة الأسبانية للصدارة مرة أخرى في ترتيبها كأول وأحسن الدوريات في أوروبا. جميل. كابتن أسامة مساك الله بالخير. تفضل. كابتن أسامة مساك الله بالخير وتسلم لي. الله وأحسن الله عزاكم إن شاء الله. تفضل. لا أضيف لكلامك يا كابتن أسامة. الله يخليك يا حبيبي أحسن الله. أي نعم أضيف للريال لعب 37 مباراة في الموسم هذا، سجل في 34 مباراة، ثلاث مباريات ما سجل، وهي كلها في الفيسنتي كانتيرون، يعني عقدة لا زالت موجودة. بالضبط بالضبط. صحيح صحيح. طيب عقدة كبيرة، عقدة كبيرة. صحيح. طيب جلوي، الفارق هذا الآن تقلص إلى نقطة واحدة ما بين برشلونة وريال مدريد. الريال كان هناك حديث لجماهير الريال والإعلام التابع لريال مدريد بأنه لاعبي الريال بدأوا يرهقون، إصابات، وبالتالي ممكن تؤثر عليهم في مسيرة الدوري. صحيح. اليوم في تقرير عن في الآس الأسبانية ذكر أبرز خمس أسباب لحالة الريال الحالية، وخصوصا في الموسم الجديد اللي هو 2015. وأهمها كان الريال هبط مستواه بعد ما أخذ كأس العالم، بالذات بعد أخذ كأس العالم الريال هبط مستواه، كأنه وصل لذروته، كأنه وصل إلى الشيء اللي يبغاه وتحقيق الهدف اللي كان يبغاه اللي هو تشامبيونز ليج وكأس العالم. جميل. وهذا واحد من ضمن الأسباب. كذلك هبوط مستوى كريستيانو رونالدو برضه. يعني كريستيانو رونالدو ما هو هذا كريستيانو رونالدو اللي احنا نعرفه في توهجه، العكس ميسي العكس ميسي اللي العكس حتى في مباراة بلباو تسجيله الأهداف، صناعته الأهداف. وفي سبب ثالث واللي هو الإصابات. يعني الريال ترى واجه إصابات كثيرة، ما بين بيبي، ما بين راموس، ما بين اليوم خضيرة اليوم أصيب. صحيح. كمان فهذه كلها أسباب يعني أثرت كمان على الريال. حنا نقول فرق النقطة هذه ممكن تجعل في إثارة قوية وتنافس ما بين الريال وبرشلونة، وتضفي متعة على الدوري الإسباني. نعم نعم. نقفل ملف الدوري الإسباني ونفتح ملف آخر عن الدوري الفرنسي، الجولة 24 من الدوري الفرنسي، نتابع ونعود. تميز الأسبوع 24 من الدوري الفرنسي الأول باللقاء الصدامي بين أولمبي ليون رائد الترتيب وضيفه وملاحقه المباشر نادي البي إس جي،
وفي هذا اللقاء الحافل بالحماس والإثارة ورغم كونه منقوصا من عدة لاعبين وخاصة نجمه وهداف الدوري ألكسندر لاكازيت الجريح، فتح أولمبي ليون باب التسجيل بهدف رائع. أما البي اس جي فقد ضيع فرصه الكثيرة ولم يثمرها سوى في ضربة جزاء مطعون في شرعيتها، وبهذا التعادل يبقى ليون على رأس الدوري. أعتقد أن البي اس جي سيفوز بالبطولة وبفارق 10 نقاط، والمؤكد أن أولمبي ليون سيكون الثاني والثالث هو أولمبي مارسيليا، لأن تعداد البي اس جي غني والفرق الأخرى لن تصمد أمام منافسته. أما أولمبي مارسيليا الذي أصبح تعثره خارج ملعبه تقليدا فقد عاد بتعادل من تنقله إلى ران، وقد كان منهزما بعد ساعة من اللعب حيث عدل النتيجة لاعبه الجديد الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس القادم من موناكو. ما نحتفظ به هو أن هذه المقابلة هي إحدى أفضل مقابلاتنا في الخارج منذ مدة طويلة، وقد حصلنا فيها على نقطة واحدة. هذا أمر مهم تحسبا للأسابيع المقبلة والحاسمة. نادي سانتيتيان تعثر هو الآخر وفوق عرضه أمام لونس، النادي الذي لم يكف عن التخبط في مشاكل مالية، إذ انتهى اللقاء بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، هدفان منها من تسجيل لاعب لونس يوان توزغار. إن أصعب شيء هو الانتصار، وقد سمحنا للخصم بأن يباغتنا وبشكل منطقي، وقد استطاع أن يسجل 3 مرات في ظرف ربع ساعة. بينما انهزم نادي موناكو صاحب المركز الخامس بهدف مقابل 0 أمام نادي غانغون، هذا الأخير يواصل صعوده الحثيث بعدما كان في ذيل الترتيب قبل شهرين. ونتيجة اللقاء لا تفيد موناكو المقبل على خوض غمار الشامبيونز ليج. ومن مفاجآت هذه الجولة انهزام نادي رامز فوق أرضه ب3-1 أمام نادي لوريون الموجود في ذيل الترتيب. وبصفة تفصيلية فقد أسفرت لقاءات هذا الأسبوع على النتائج التالية، وعليه يصبح الترتيب كالآتي. أخيرا سجل في هذا الأسبوع 23 هدفا، وكان أجملها هو هدف مهاجم نادي باستيا فرانسوا كامانو ضد نادي مات. خلافا للدوريات الأوروبية الأخرى، فإن الفارق بين الرائد وملاحقيه المباشرين في الدور الفرنسي هو نقطة واحدة فقط. سعيد نمسي، باريس، قنوات الرياضية السعودية. كان هذا التقرير عن الجولة 24 من الدوري الفرنسي. أتحول للكابتن أسامة خليل. المنافسة واضحة ما بين ليون ومارسيليا وباريس سان جيرمان، لكن من خلال التقرير هناك توقعات بأنه باريس سان جيرمان سيحسم هذا الصراع ما بين هذه الأندية، وهناك توقعات بفوزه بالدوري برغم أنه عنده لقاءات مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي. لا، هو ما في شك أن باريس سان جيرمان من الفرق اللي عندها تاريخ كبير جدا في الكرة الفرنسية وصاحبة بطولات، وأيضا ليون من الفرق القوية وتصدرها للدوري الفرنسي الآن. أنا أتصور هيعطي فعلا منافسة قوية بين الفرق الثلاثة، ليون، مارسيليا، وباريس سان جيرمان. لكن في الكرة الفرنسية الدوري الفرنسي يختلف كثيرا عن المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي دائما يظهر خاصة في كأس العالم الأخير بصورة منظمة جدا، سواء كان دفاعيا أو وسط ملعب أو هجوميا، تقارب المساحات والمسافات. ولكن الأندية الفرنسية من خلال الدوري الفرنسي هناك ضعف دفاعي ملحوظ وواضح في المباريات اللي احنا بنشاهدها في الدوري الفرنسي. يحسم هذه اللقاءات خبرة مهاجمي الفرق زي مثلا فريق باريس سان جيرمان أو فريق ليون. فأنا أتصور أن الفترة القادمة فعلا هتشهد منافسة قوية في القوى الهجومية للفرق الثلاثة ومن يحسم لقاءات هذه الفرق. ولكن بصفة عامة باريس سان جيرمان له تاريخ كبير وصاحب بطولات، أيضا ليون له تاريخ كبير وصاحب بطولات، فأنا أتصور المنافسة في النهاية هتكون بين ليون وباريس سان جيرمان. جميل. وطبعا اللقاء الأخير اللي جمع ما بين ليون ومارسيليا انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وكانت مباراة ممتعة بالفعل. يعني الدوري الفرنسي صحيح على صعيد المستوى الفني لا يقارن بالدوري الإنجليزي والإسباني، ولكن
على الصعيد الحضور الجماهيري والمتابعة الإعلامية، وأيضا هناك أندية يعني لديها أسماء لاعبين أسماء مميزة في الدوري الفرنسي. كل الشكر لضيفنا من القاهرة اللي كان معنا في الدقائق الماضية، وكنا نتمنى إن شاء الله أنه يستمر معنا، لكن ضيق الوقت وحجوزات الأقمار الاصطناعية هي محدنا إلى أن نعتذر للكابتن أسامة خليل الكاتب والناقد الرياضي. شكرا لك كابتن أسامة، ونلتقيك إن شاء الله في حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. طبعا هذا الدوري الفرنسي جلوي، باريس سان جيرمان عنده عناصر القوة في الدوري الفرنسي، ينافس ليون ومارسيليا. كان مارسيليا متسيد في الفترة الماضية، اي بس ليون لا زال يقاتل على الصدارة. نعم. واتوقع منافسة شرسة جدا حتكون بين الثلاثين. طيب نبدا لكن معكم، لكن معليش الباريس ترى حيتاثر لان الشامبيونز ليج حيأثر. نعم. عليه. انا ذكرت انه عنده مباريات في دوري ابطال اوروبا وحتكون ذهاب واياب وامام تشيلسي. نعم. يعني فريق ثقيل. نعم. فنيا. نعم. وبالتالي أكيد. ربما ترهق باريس سان جيرمان في لقاءاته القادمه في الدوري الفرنسي. نقفل هذا الملف ونفتح ملفنا الاخير في هذه الحلقه عن رابطه ليفربول في المملكه العربيه السعوديه. تواجد طاقم القناه الرياضيه بتواجد المراسل جابر الحربي هناك، وسجل لنا لقاءات من مباراه ليفربول وإيفرتون. نتابع. المشاهدين الأستاذ ركان الصنيع رئيس رابطة نادي ليفربول في المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا فيك على شاشة القناة الرياضية السعودية. حياكم الله وشرفتونا بتجمعنا في الديربي المرسيسايد، وإن شاء الله تنتهي وحضوركم يكون خير علينا ونفوز بإذن الله. أنا بصراحة اليوم شفت شيء غريب، أهازيج أوروبية. أنتوا دائما متعودين على هالأشياء في مباريات الدوري، هذا جو خلاص متعارف سواء في أنفيلد أو عندنا هنا في الرياض. بالتجمع نشغل لهم نفس الانشودة أو هزوجة النادي تبث الحماس ويتفاعلون مع هالجماهير. هل الرابطة معترف فيها من نادي ليفربول؟ الآن الاعتراف قريب جدا أنه بيكون معنا بإذن الله، تواصلنا مع النادي وإن شاء الله بإذن الله بيكون بطريق قريب جدا بإذن الله. الهدف في مثل هالروابط جمعة الشباب، الشباب دل ما يصير يلف الشارع يدور من مكان لمكان، تجمعه بمكان الشغلة يحبها، يتابع كرة القدم، يتابع الفريق اللي هو يعشقه، يتابع الرياضة اللي هو يحبها، سواء غير أنديتنا المحلية، كل شخص له ميول أوروبية، فيتابع نادي الأوروبي على حسب الرابطة، وجميع الأندية غالبيتها لها روابط موجودة في السعودية. اجتماعكم يكون بشكل أسبوعي؟ اجتماعنا على حسب توقيت المباراة، لأنه مثلك عارف في شباب عندهم الدراسة، في عندهم الاختبارات، على حسب توقيت المباراة إذا كان يناسب الجماهير حسينا أنه مناسب خلاص رتبنا الجدول، ضبطنا المكان، أعلننا عنه قبلها بكم يوم، ويتم الحضور قبل المباراة بعشر دقائق. الآن بين شوطين المباراة، كيف شفت المباراة وإيش تتوقع؟ والله مباراة جميلة، طبعاً الديربي دائماً فيها حماس وفيها يعني شد ورخاء، ولكن الحمد لله مباراة يعني الآن يعني ماشية بطريقة جيدة. ما تتوقع إنه
فريقي سيطر سيطرة تامة، لكن الحمد لله إلى الآن جيد المباراة. والله المباراة كانت حلوة، بس بالنهاية لازم تشد شوي بالهجوم، وإن شاء الله لو ندخل السرج نجيب جول، بس على الحالة كذا بس ما أتوقع. الريدز وما أدراك ما الريدز. شكرا لجابر الحربي، وشكرا لكل الزملاء المصورين اللي قاموا بهذه التغطية. تواجدنا في ديربي الميرسيسايد اللي كنا يعني نتمنى نكون وجه خير على ليفربول وأن يكسب هذا اللقاء، لكن تعادل، وأعتقد أنه بيده ليفربول وليس بيد غيره، يعني تعادل. جلوي الله يحييك مرة أخرى في البرنامج. أهلا وسهلا. إحنا طبعا استمعنا من خلال التقرير إلى آراء بعض المتابعين والأعضاء عن هذه الرابطة وأهدافها، لكن بما أنك المتحدث الرسمي للرابطة نبغاك تعطينا تفاصيل أكثر عن بداية تأسيس هذه الرابطة وهدفكم. الحمد لله، يعني الرابطة بدأت في عام 2012. جميل. وكانت في بداية في نهاية دورية الرابطة الكأس الرابطة المحترفين مع كارديف، وتجمعوا الشباب تدريجيا، كان التجمع تدريجي، كان يعني العدد في البداية كان في مباريات قبل النهائي هذه كان فيه 25 إلى 20 شخص، مع النهائي والحماس والشباب تحمسوا، فوصلنا ما شاء الله إلى أكثر من 50 شخص. جميل. كان هذا أول اجتماع للرابطة، هذا الكلام كان عام 2012 في الرياض. نعم في الرياض. أي نعم في الرياض. تطورت الأمور وصار الشباب في حماس وفي حب للعمل، في حب للعمل من قبل الأعضاء، شباب متحمسين يحبوا ليفربول بصدق للأمانة. فاشتغلنا، تجمعنا، قسمنا الأدوار، حبينا يكون اسم ليفربول عند الجميع متواجد، وأن تكون رابطة تهدف إلى أهداف أسمى أنها تكون أهداف رياضية ثقافية اجتماعية منهجية غير منهجية، فكان هذا الهدف الأسمى من الرابطة. جميل، تشكرون على هذه اللمسة وعلى هذه الفكرة الرائعة، بالفعل استغلال وقت الشباب وأيضا حتى الطاقة اللي موجودة في الشباب، وأيضا حتى يعني هواياتهم وما يحبه الشباب يجدونه في هذه الرابطة. كذلك أبو عبد الإله، الرابطة هدفها أنها تخدم كل مشجع ليفربولي موجود في السعودية. جميل. بجميع التوجهات، بجميع الأمور المتعلقة بالنادي، العضويات النادي. ما بسألك عنها. أي نعم، عضويات النادي يستطيعون. كيف أنا نعم. مثلا مشجع ليفربول نعم. كيف أصل إلى الرابطة؟ هل في مبالغ مالية لتسجيل العضوية؟ نعم. دفع مبالغ معينة؟ بالنسبة للعضويات أنا كنت أقصد العضوية الرسمية اللي هي تخول له أنه يدخل في نادي ليفربول الإنجليزي. أي من خلال موقع الحساب الرابط الرسمي لرابطة ليفربول السعودية، موجود من خلال المفضلة الموجودة في الحساب موجود كيفية طريقة أخذ عضوية ليفربول. أما إذا كنت تقصد عن عضوية الرابطة هنا في ما بعد بدينا فيها للأمانة، لأننا نشتغل تقريبا من سنتين أو ثلاث سنوات، حابين أننا يكون فيه جذب لجماهيرنا، حابين يكون فيه لنا صوت من بين بقية روابط الأندية. جميل. ونحييهم الحقيقة. في تنافس. أي نعم في تنافس بيننا. قاعد ألاحظ التنافس. نعم. قوي. التنافس بيننا لنبذ التعصب. جميل. وهذا أهم شيء عندنا. هذه أهداف. أي إحنا واحد، كلنا روابط واحدة، حتى إحنا تبنينا فكرة إننا نسوي دوري يجمعنا. جميل. أي نعم، وتلقينا موافقة الأخوان في القناة الرياضية السعودية ودعمهم لنا. ويشكرون عليه الحقيقة. الروابط ودي أذكرها طبعا. ودي أذكر الأندية لأنهم يستاهلون ولأنهم يشتغلون معنا بنفس المجال. طبعا من الدوري الإنجليزي فيه رابطة اللي هو تشيلسي وأرسنال، والدوري الإيطالي الميلان والإنتر واليوفي وروما، وفي من الدوري الأسباني رابطة ريال مدريد. هذه الروابط لنا تجمعات تتواصلون مع بعض. نعم لنا تجمعات. وش هدف تواصلكم مع بعض؟ الهدف التواصل اننا نكون نبذ التعصب، هذا اهم شيء عندنا. غير نبذ التعصب، هذا نبذ التعصب. تستفيدون من تجارب بعضكم، نستفيد من تجارب البعض، كذلك اجتماعات فيما بيننا، تبادل الحوارات، الخبرات اذا كان في رابطه معترف فيها من قبل انديتهم بعد،
اجتماعات شهرية تقريبا شهرية، والبطولة هذه يعني فكرتها كانت من رابطة ليفربول السعودية لجمع بقية الروابط في المملكة. جميل، هذه متى حتقام؟ إن شاء الله في شهر 3 بإذن الله، مارس، في شهر مارس منتصف شهر مارس، وراعينا أنه تكون قبل الاختبارات وأساس يعني نقدر نجمع الفرق ونجمع الروابط الأندية الأوروبية. جميل، وش قصة الاعتراف الداخلي والخارجي؟ لم يعترف فيكم من قبل ليفربول؟ من قبل ليفربول الاعتراف صعب جدا، الإنجليز صعبين جدا في شروطهم، احنا في يعني في صدد اخذ موافقه مبدئيه نظير العمل اللي قامت فيه الرابطه خلال السنتين، في تواصل بيننا وبين نادي ليفربول الرسمي والموافقه مبدئيه، لكن ما تكتمل الموافقه هذه الا باعتراف داخلي. انا حقيقه يعني بما اننا موجودين في قناه الوطن وقناه الرياضيه السعوديه، نتمنى من الرئاسه العامه رعايه الشباب احتضان هذه الفئه وهذه الشريحه من الشباب المحب للكرة الأوروبية، على الأقل يكون في اعتراف داخلي لممارسة نشاطاتنا. أنت النشاط ليس رياضي فقط، النشاط اجتماعي، ودنا نزور مستشفيات، ودنا نروح جمعيات، ودنا، لكن بصفة إيش؟ بصفة أنك أنت مجرد رابطة ولسه ما اعترف فيها مثلا من قبل النادي، فلما يكون في اعتراف من قبل الاتحاد السعودي أو الرئاسة العامة رعاية الشباب هذا شيء جدا مهم، الاعتراف الداخلي اهم من الاعتراف الخارجي. باذن الله تجدون ان شاء الله كل مبتغاكم ان شاء الله من خلال مطالباتكم الواقعيه ان شاء الله والمستحقه، يعني ان شاء الله متبشرين خير بسمو الامير عبد الله بن مساعد كذلك رجل الاستثمار ورجل الرياضه الاول، باذن الله انه راح يقدر يساعدنا إن شاء باذن الله. سمعت انه في روابط اخرى لليفربول في مدن المملكه منتشره. اي نعم، احنا رابطه ليفربول ورابطه ليفربول موجوده على الأساسية. مدن المملكه، اي على مدن المملكه الاساسيه. عندنا من خلال البلاك مقر بيري، الاساسي في الرياض، مقر الاساسي في الرياض، وعندنا من خلال الجماهير عن طريق البلاك بيري، عن طريق الانستغرام، عن طريق الواتساب، في جروبات للجماهير ليفربول كل واحد حسب منطقته عشان نقدر نسهل عملية التواصل فيما بينهم. وكذلك يعني أثرها جميل، يعني لما تكون فيه تواصل فيما بين الجماهير ذات الميول الواحد. صحيح، نعم. طيب أنت معك مجموعة تعمل جلوي، نعم، وقاعدين يشتغلون لكنهم في الخفاء يعني، والله يستاهلوا. كان معنا اثنين مبدعين، أحمد السبيعي وماجد النملة، يستاهلون، نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. الفريق ما يعتمد معكم وقفة، يعني أحسنت، ودي يعني الفريق ما يعتمد على شخص، الفريق ما يعتمد على شخص واحد، بالعكس الفريق 8 أو 9 أشخاص ويستاهلون أننا نذكرهم. طبعا بداية برئيس الرابطة الأستاذ راكان الصنيع اللي بدأ فيها، هو اللي أسسها. جميل. وكان معه أحمد السبيعي وحسان البواردي، لكن الفريق العمل للرابطة كأعضاء رسميين طبعا جزل العتيبي، بدر الأحمري، محمد البقومي، سلطان العتيبي، محمد الذيابي، ماجد النملة، الحقيقة هذول ناس قاعدة تشتغل في الخفاء، جنود جهد شخصي والمبالغ المالية على حسابكم. نعم نعم، ما في أي دعم، ما في دعم، ما في أي دعم، ما في أي دعم، هذا جهد الشباب وشغلهم، يحبوا العمل، وهذا ديدن أصلاً الشاب السعودي يحب العمل، يحب التقدم، يحب التطور، الشباب هذول متحمسين على أنهم يسوون حاجة لرابطتهم. جميل، أيضاً سمعت أنكم تجتمعون في كل مباراة ليفربول، وش هالجنون هذا؟ كل هذا حب في ليفربول؟ احنا نحاول مش مباريات الكلاسيكو والديربي لا فقط. لا، في كل مباراة، لأن السنة الماضية ليفربول أثبت واكتشفنا شعبيته في المملكة. جميل. اكتشفنا شعبية ليفربول في المملكة من الموسم الماضي، نظير المستويات اللي كان يقدمها ليفربول. فالشباب أصروا أنه يكون في كل مباراة تجمع، قلنا لهم أبشروا وحاضروا، وكل مباراة تجمع، لكن تتخيل ما في مقر ثابت؟ ما في، لا لا لا، ما في مقر ثابت، ما في مقر ثابت، مستأجر. أيوة، وتسمح لي لو أذكر المدن، صدر. مدن المملكة اللي إحنا وصلنا لها 10، وصلنا لعشر مدن في المملكة. في مباراة وستهام العام اللي فاز فيها ليفربول 2-1 كان التجمع في 10 مدن سعودية، ومن ضمنها طبعا الرياض والخبر وجدة ومكة والمدينة وتبوك وحائل والقصيم والأحساء جديدة والمنطقة الجنوبية، إن شاء الله في الطريق بإذن الله.
في عندكم يعني أعمار معينة للدخول في الرابطة؟ تقبلون عمر معين ولا؟ الدعوة مفتوحة للجميع، هذول محبين ليفربول على مر الأجيال والأجيال الجاية. فعندنا جميع. كم أكبر سن عندكم موجود؟ أكبر سن ممكن حضر 60 إلى 65 تقريبا. إيه نعم. وأصغر سن 3 سنوات إلى سنتين. طيب عشان الوقت حنا لا خذ راحتنا بصراحة. سم. راضي عن مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ حاليا لا طبعا، أكيد ما في أحد راضي، لأن إحنا شفنا العام مستويات مختلفة تماما عن هذا الموسم. شو المطلوب اللي ترونه أنتم كجماهير من إدارة ليفربول وأيضا من المدرب براندن؟ والله نتمنى الثبات على التشكيل، استقطاب النجوم، لأنه بدون نجوم ما راح يحقق الفريق أي شيء. جيرارد سيرحل عن ليفربول ويودع لعب الديربي الأخير أمام إيفرتون. نعم. وكان الديربي الأخير له وكان يتمنى أنه يكون فائز فيه. رحيل جيرارد ماذا يعني؟ رحيل مؤسف أكيد، وما كنا نتمنى أنه ينتقل إلى النادي الأمريكي. كنا نتمنى أو أغلب الجماهير الليفربولية تتمنى اعتزاله في نادي ليفربول، ويكفي أن جيرارد راح وهو الهداف التاريخي ليفربول في دوري أبطال أوروبا. تعتقد أنه ممكن نشوف جيرارد في أحد الأندية الإنجليزية مثل ما فعل لمبارد؟ ما أتوقع برحيله إلى الأمريكي. ما أتوقع أبدا. طيب أنا نتمنى لكم كل التوفيق. جلوي العبدان المتحدث الرسمي باسم رابطة ليفربول في المملكة العربية السعودية، وكما عودناكم مشاهدينا في برنامج الكرة العالمية نحاول التواصل مع هذه الروابط لهذه الأندية العالمية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، أخذ انطباعاتهم والتواصل معهم، وهذا البرنامج لهم ولجميع محبي الكرة العالمية. كل الشكر لرابطة ليفربول، تقبلهم الدعوة واستجابتهم لطلب البرنامج. الشكر لكم أنتم، شكرا لكم، شكرا لدعوتكم، شكرا لك. وتسمحنا نقدم لكم الهدية البسيطة. خلنا نختم وبعدين نتقبل منك الهدايا هذه اللي طبعا دائما يقدمون الروابط هدايا يشكرون عليها. إحنا إن شاء الله نلتقيكم الاثنين القادم في حلقة جديدة بمشيئة الله. كل الشكر تقبلوه من معد البرنامج بندر الشوير والمخرج ماجد المديفر. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. جاء
觉得太好玩了，太刺激了，这种感觉真是非常的爽，非常棒。